ان انا واخده قاعد في اوضه وصاله ودوره ميه في مساكن ايه؟ في مساكن الهيئه بتاع سكه الحديد الدريسه. وقالوا لي ان انت عاملين لي قرار طرد، ولو ما طلعتش هنجيب لك القضائي ونجيب لك الحكومه تطلع غصب عنك. فانا الوقت يا مغزى قلت له ما هدول الحكومه انا ما هروح فين، ولا عندي بيت ولا عندي اي حاجه. عندك اولاد؟ معايا ست عيال وامه. بتشتغل ايه كنت يا عم؟ انا كنت بشتغل براد عربيات في سكه الحديد ونظر بعد عنك ضاع. وعندي الكلى والكبد والسكر وباخد انسولين. ده السكن بتاعي، والجماعه المستثمرين عاوزين يعملوا نظام اقتحامات، يعني تبقى قاعد في السكن تفوجئ تلاقي واحد بياخدك انت ومراتك واولادك ويزوجك بره ويقعد هو. عشان ايه؟ عشان خاطر يتملكوها. طب هل ينفع الكلام ده؟ عايزين حد بس من الجماعه المسؤولين يقف معانا. ده اصلا مش مساكن تسكن فيها بني ادمين من الاساس. ده مساكن ما تنفعش غير للمواشي. احنا راضيين بقضاء ربنا وقدر، بقالنا 14 سنه ساكنين هنا. بندفع ايجار للسكه الحديد؟ بتخصم مننا بدلات سكن من السكه الحديد. من مرتبك؟ من مرتبنا. 10% من قيمه المرتب. وميه ونور على حسابنا. وتليفون ارض على حسابنا. بس وكل ده ومش عاجب الشركه الاستثماريه. حمونا عمالين نشتكي، اشتكينا كذا فاكس، محدش مريحنا. اشتكينا الوزير وحقوق الانسان ورئيس الوزراء وجميع الدول والنيابه الاداريه، محدش رحمنا. ارحمونا لله. او كشف طبي كامل ما كنتيش سليمه 100% ما بتاخدكيش المصلحه. طب انا دلوقتي ناجح في الكشف الطبي وناجح في الكشف الهيئة وناجح في الكشوفات كلها. يا اخي انا عطل منها دلوقتي بعد ما قضيت عمره كله في الهيئة. دي انا خدمه والله، دي جزاتي بعد ما يبقى عندي امراض من الدنيا والدين. طب فين؟ طب جازيني ترميني انا وعيالي في الشارع؟ جازيني يا هيئة. ده انت اعطياني اوضه وصاله وراضي بيها وفي الاخر جايه تبيعينا؟ ما هو بجازين ضهرنا زي الناس اللي هم عاطلين. يا ستي انت عادة تستثمريها يا هيئة، انت عادة تستثمري. يا ستي انا اولى بالشفعه. انا طلعت مش هرجع تعبان من التعب ولقيح في القطوره في السكه. طلعنا عطله من لقيحنا على القطيف واتبهدلنا.